أستاذنا الدكتور حافظ شمس الدين رئيس جمعية حماد اللغة العربية، ونحن نسعد به الآن، نحب أن نستمع منه إلى أي شيء يريد أن يقوله. الآن الدكتور محمود خليل، نعم تفضل. كلنا قصيدة، تعالى كلنا قصيدة. الدكتور محمود خليل الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم. الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم وهو عالم جليل وأستاذ كبير في اللغة العربية، وله صولات وجولات ومؤتمرات عربية وعالمية، وله كتب وأبحاث لا تحصى. ولو جلست أعدد كتبه وأبحاثه وتلامذته لاستمررت في الحديث إلى الغد إن شاء الله. وهو من أشعاره سنستمع إلى قصيدة يختارها لنا. السلام عليكم. حقيقة لم أكن جاهزا أن أقول شيئا، أنا كنت جايب معايا بعض الدواوين هدية للدكتورة ثريا ومنها إلى الدكتورة ثناء. وكنت جاي مجهز نفسي ان انا نقول حاجه للدكتور احمد تيمور، وان انا اصلته لان يعني بيني وبينه يعني شيء معلق. طبعا هو شاعر فقير وكبير، وساعدنا به في برنامج يومي في اذاعه القران لمده 8 اعوام او 8 سنوات. برنامج يومي كان يكتبه شاعر اسمه غذاء الروح، استعرض السيرة النبوية شعرا رائعا ممتعا، وكان من إلقاء العملاق محمد الشناوي، ثم ثنى بعد ذلك بالصحابة الكبار وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، وعمل برنامج اسمه عباقرة في مدرسة الرسول. ويا ليته يجمع هذا الشعر ويقدم له بدراسة توثيقية، ستكون مثلا ديوان ليس أقل من 10 أجزاء. شعر وصيل محترم موثق يعرض السيرة والتاريخ الإسلامي الصحيحة بلغة فنية معاصرة بل شديدة المعاصرة. بهذه المناسبة أنا قرأت له ديوانا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه يعد قصائد مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الذي تتحدث عنه هو نعم، لا، كان برنامج إذاعة يومي سيكتبه على لكن نقول شيئا بسيطا بين يدي الدكتور حافظ، ونحن مصرون أن نسمع منه شيئا. مش كل يوم هيجي الندوة حد رمز في المجمع اللغوي، لا بد أن نسمع منه شيئا. أيوة، حطونا عليه رمز كبير أستاذ كبير عن المجمع العربية. قصيدة صغيرة اسمها خزانة الدار. ما أسوأ خزانة الدار حين تحتوي مسروقات النصوص وتمائم المشعوذين وأحجبة الضلال والزور. خزنة بتحط فيها وصية جدتك الحاجة. تعرضت شوارع الحلم من طائفيها، وغلقت الحوانيت أبوابها، والمقاهي التي خاصمت كل روادها عشش الصمت فيها، خبت ربة الحزن عن عاشقيها، وها هي ذي ربة الحزن جاست خلال الديار فضاقت على ساكنيها. باعت جائلون لصوص جثث منتنات الروائح، رجل الأمن غاد ورائح تبلد في نبضه النبض، نامت على منكبيه الفضائح، عجوز ككظمة الرمل تسد النصائح بزهر القصيدات أم المدائح. وهذه خزانة الدار ملأى بكل العفن، وفيها لفافات سر الوطن، وفيها المزاريب والكرابيب، وفي الباب قد كتب المجرمون هلموا عبادا
الذي هلموا وهاتوا إلينا هلموا بكل النوائح. والسلام عليكم ورحمة الله.